السلام عليكم، انا يحيى اشرف. ان شاء الله النهارده هنشرح بروبلم من على كود فورسز اسمها بايا شوفل 732 اي. البروبلم بتقول ان احنا ان في شخص عايز يشتري شوفل يعني جاروف، هيخش يشتري الشوفل من المحل. الشوفل ده سعره كي بيرلز دي العملة. أول حاجة هنفرضها إن في عدد لا نهائي من الشوفل دي في المحل، وتاني حاجة إن برضه في عدد لا نهائي من الفلوس اللي هي فئة 10، يعني مثلا معايا 10 جنيه ورق unlimited منها، ومعايا بالظبط exactly one R barrels، يعني معايا مثلا فكة من 1 لـ 9 جنيه الار تاني. فهو في عدد لا نهائي من الشوفل في المحل، وفي عدد لا نهائي من العشر بايلز كوين اللي هي الورق، يعني 10 بايلز في جيبه، ومعاه بالظبط واحدة تشينج اللي هي الفك. فهنا الشخص عايز يعرف ايه اقل عدد من الشوفل ممكن يشتريها، بحيث لما يجي يدفع الحساب ما ياخدش فكة من الجوه. بس الانبوت يعتبر 2 انتجر كي و ار، والاوتبوت مطلوب مني ايه اقل عدد من الشوفل اللي هو هيشتريها. بس كده، يا ريت بس قبل ما تشوف الحل تحاول فيها ما يقلش يعني عن نص ساعة او ساعة وتحلها بعد كده. اول حاجة هفكر فيها عشان نحل المسألة دي ان مثلا امتى هو ممكن يصرف مثلا الثلاثه دي، او الشنج اللي معايا دي امتى يصرفها بوجه عام، يعني زي في التست كيس الثانيه كده. شوفل 237 والفكه اللي معاه 7، فبالتالي اول ما فكه معاه في 7 ساوت اللاست ديجيت هنا، فبالتالي هيشتري شوفل واحده بس. يعني مضمون المسألة كله بيقول إن إحنا هنصرف التشنج اللي معاه دي في حالة واحدة بس، اللي هي لما يكون اللاست ديجيت بتاع مجموع حسابنا أو مجموع الشوفل اللي هو اشتراها بس بيساوي مثلا إيه التشنج. يعني شرح أكتر، إن هو مثلا إحنا كل اللي هنعمله مثلا 1 في 117، دي التست كيس الأولى، بيساوي إيه؟ بيساوي 117. هنا معاه تشينج 3، فبالتالي هل التلاتة بتساوي 7؟ لا، فمش هيصرف. هنفضل مثلا نضرب 2 3، خلاص انت كل مرة بتزيد، فبالتالي التلاتة او الاربعة او الخمسة دي عدد الشوفل اللي انت هتشتريها. هتفضل تضرب تزود كده لحد ما تلاقي ان اللاست ديجيت بتاعنا بيساوي التلاتة اللي هي الفكة اللي في جيب. بس كده. طبعا التسعة، فبالتالي تسعة فها التسعة ف تسعة دي عدد الحاجات اللي هو هيشتريها. بس التست كيس التانية برضو بتقول إن سعر الشوفل الواحدة ب15 ومعاه 2 تشينج. الفكرة هنا بقى إن هنا لما زود بقى 2 في 15 ب30، فبالتالي هو لما يجي يدفع 30 مش هياخد فك. هو مش شرط يصرف الفكة اللي معاه، بس الكونديشن المهم جدا ان هو ما ياخدش فكة من الجوكر بس. ودي التست كيس اللي شفناه في الاول، ان هو الفكة اللي معاه 7 هيشتري شوفل واحدة بس. حاجة زي كده هتتكتب بالمنظر ده. هعرف الشوفل والسي اتش والصم، دي عدد الحاجات اللي هو هيشتريها. طبعا هو قال لي على الاقل هيشتري واحدة، فبالتالي ايه احطها بواحد، وهدخل سعر الشوفل والتشينج اللي هي الفكه بس، وهقول وايل تو جو. وايل تو جو دي كده خلي بالك، لو ما اتكسرتش مثلا ببريك او بريتيرن زيرو زي ما انا هعمل هنا، هتفضل انفينيتي. فلازم تاخد بالك من حاجه زي دي، واحط بالظبط كونديشن واحد اللي هو لو ضرب سعر زي ما عملنا هنا، لو سعر الشوفل ضربناها في واحد او في 2 او في 3، لو عملنا مود 10 يساوي الفك. مود 10 دي عشان يجيب لي اللاست ديجيت،
ده بوجه عام يعني، لو قلنا مثلا 1053 مود 10 هيديني 3، لو عملت مثلا 30 مود 10 هيديني 0 اللي هو اللاست ديجيت. فده بالظبط اللي هنستخدمه، ان احنا نشوف ضرب الصم اللي هو عدد الشغل اللي هو يشتريها في سعرها، ونشوف مود 10 هيساوي الفكه اللي معانا ولا لا، والحاله طبعا الثانيه اللي هو يساوي الصفر زي في التست كيس الثاني. الشرط ده اتحقق هريتيرن زيرو وسي اوت عدد الشغل اللي هو يشتريها وخلاص كده. لو ما اتحققش بلس بلس الصم، بحيث ان هو كده ايه هيشتري واحده كمان ونعمل العمليات دي تاني. بس كده ده الحل بتاعها. ان شاء الله تلاقوا الحل في الديسكريبشن بتاع الفيديو، ولو في اي حاجه وقفت معاكم ممكن تسالوني في الكومنتس بتاعتي. السلام عليكم ورحمه الله.